النحار ويهم الواحد على الثاني يا عدني مناقض حقنا من الغريب وانت الرفاع اللي الكهرباء اللي ضنايم على الشارع يوم ويومين والثلاثة هنا لمدة الكهرباء ما رجعتوا لكم ساعة هنا تردون الكهرباء تشتغل روعة الدنيا السلام اللي يقول انا ابن الرفاعي وصدق اهم بالجهاد وبالنساء وبالاكبار وقام نايم ويانا على التمرير واحنا ولد حرام واحنا ولد سنة اذا ساومنا على المدينة لو راح نساوم لو اخذنا تعيين لو اخذنا فلوس الوعد اللي وعدناه للعراق والرفاعي بعدنا على وعهدنا بعدنا على وعهدنا وعلى عهدنا وما راح نساوم على مدينتنا ولو نبقى عشان نغرار واحنا اليوم باسم الرفاعي وباسم المتظاهرين نجينا على الشارع وما راح نرجع الا يسوي لنا حل الكهرباء ما بذاك اليوم جينا بيومين ورجعنا وفتحنا الشوارع لا والله ده اليوم التريلات من الرفاعي للنصر للمحافظة المحافظ احنا مو بيوت تنقل انت غلطان لا وشوفك احنا نروح للدار ونقل انت غلطان تعال تعال يا اخوي واحد ما يدري اليوم احنا متظاهرين عندنا لقاء برئاسة الوزراء بس احنا قدرات الله ما رحنا المن لا هذا زي ساج البرقتة واحد 15 مليون هذا موجود ولسه واحد من باقي الصومية ولسه واحد من الرفاعي وما راح لقى سبب قدرات الله هذا اللي ما راح يرجع في التحرير معدل ابو علي بس اللي يحكي علينا ويذمنا قبل لا يذمنا ويحكي علينا مو يا سجاد السومري قبل لا تذمنا وتحكي علينا تعالوا تأكد عن من عندنا شنو احنا احنا اللي نجدي يوميا حتى نسوي جوادر بالليل وش يقولها بالنهار طول